هتكلم معانا دكتور سعيد عكاشة، خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور سعيد مساء الخير، أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. دكتور سعيد، وحضرتك يعني تتابع يعني ما يحدث من الشؤون الإسرائيلية، هل أقدر أقول إنه إسرائيل خرجت بخسائر من هذا الاعتداء؟ بطبيعة الحال ما حدث لإسرائيل في 7 من أكتوبر وحتى الآن غير مسبوق في المواجهات ما بينها وبين حركة حماس والحركات الموجودة في قطاع غزة. حجم الخسائر البشرية واضح، أكثر من 1500 قتيل، أكثر من 7000 جريح، في عدد من الأسرى يقترب من 350 أسير. نحن أمام حالة غير مسبوقة في المواجهات التي بدأت مع حركة حماس منذ عام 2008، وبالتالي يمكن يعني ادراك لماذا تقوم اسرائيل بهذه العمليات الشبه الجنونيه في القطاع غزه من اجل القضاء على حركه حماس والامل في انها يمكن ان تسترد بعض من الاسرى. ولكن حتى الان يبدو انها لا تهتم او لا تضع على راس اولوياتها موضوع استرداد الاسرى، هي تضع مساله اسقاط حركه حماس والانتقام لقتلها على راس اجندتها حاليا. يعني التحركات الدولية اللي بتحصل على مدار هذه الأيام، ويعني حتى مستمرة بكرة بعقد قمة السلام، يعني إلى أي مدى ممكن توصلنا لفكرة وقف إطلاق النار بالرغم من حتى الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على هذا القرار أو مشروع القرار؟ يعني للأسف الشديد لا توجد فرصة كبيرة لوقف إطلاق النار حاليا، الجميع يعمل على هدنة إنسانية، هناك ملايين من الشعب الفلسطيني محاصر لا ذنب له فيما قامت به حركة حماس من عمليات، من يتعرض للقتل وللتجويع هم سكان مدنيين لا يعني لا ذنب لهم فيما يجري في هذا الحرب في هذا الوقت، الجميع يسعى لإيصال المساعدات في هذه المرحلة على الأقل، لكن التفكير في مسألة وقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات تبدو مستبعدة حتى الآن، لأن إسرائيل مصممة أن تقوم بعملية برية، وهي قالت ذلك بوضوح، يعني هناك عملية برية ستتم حتى ولو على نطاق ليس يشمل كل القطاع، ولكنها على الأقل ستقوم بعمليات لتحقيق هدف كما تقول هو التخلص من التهديد الصاروخي الذي تشكله للحركات الفلسطينية داخل القطاع. طيب، يمكن ده ياخدنا لفكرة العودة ل يعني طاولة المفاوضات، ويمكن دي الفكرة حتى اللي الرئيس النهاردة كان بيتحدث عنها مع رئيس الوزراء البريطاني، فكرة إحياء عملية السلام. هل دي مسألة صعب الوصول إليها حاليا، وحضرتك بتشير إنه فكرة وقف إطلاق النار هي مسألة صعبة الآن؟ يعني بالعكس، أنا شايف إنه حديث الرئيس السيسي مع العالم كله ليس مع البريطانيين فقط انه لا يجب ان تكون هناك عمليه يعني ايقاف اطلاق النار بدون عمليه سلام موجهه، اي ايقاف حتى لو تصورنا انه حدث المستحيل وكان يمكن التوصل الى وقف اطلاق النار، فانه بدون اطلاق عمليه سلام سنعود الى المربع الاول مره اخرى، وستكون التهديدات موجوده بعدم استقرار المنطقه باكمله. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس السيسي عن ضرورة ربط يعني الأزمة دي بوضع إطار لاستئناف عملية السلام، فهو ربط ذاتي ومطلوب تحقيقه في الأمر بشكل كبير. طيب، لازم آخد حضرتك سامعني؟ لازم اخد حضرتك كمان لملف يعني تهجير المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم. مصر اعلنت يعني كلمتها الحاسمه في هذا الموضوع، الفلسطينيين والجانب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين شايفين انه حتى الموقف المصري بيدعم قضيتهم، يعني ماذا بعد هذا الاعلان؟ بطبيعه الحال الوضع يعني اسرائيل منذ البدايه في الحرب بعد 3 أيام فقط كانت تتحدث عن تهجير سكان غزة إلى مصر، وكانت هناك محاولات، ولكن مصر وقفت بصلابة ضد مثل هذا المطلب، وإسرائيل تحاول الآن أن تنفذه بشكل غير مباشر عبر أنه تحاصر أبناء القطاع في مساحة أقل من نصف مساحة القطاع، وأن تزداد الهجمات بالطائرات فيهرب الجميع إلى حدود مصر، هذا هو المخطط الاسرائيلي في حقيقه الامر. ولكن الرئيس السيسي كان واضحا
أي تحركات ستؤدي إلى أن تتأثر مصر بهذه الأزمة وتؤثر على أمنها وعلى سلامة أراضيها سيواجه بشكل حاسم، وسيضع إسرائيل في المواجهة المباشرة مع مصر. وأعتقد أن إسرائيل كانت تعتبر اتفاق السلام مع مصر يعني مكسب استراتيجي، فالآن هي معرضة لخسارته طالما أن مصر مصرة على أن لا تتحمل تبعات ما تفعله إسرائيل في القطاع. نعم، بشكر حضرتك دكتور سعيد عكاشة خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا لوجود حضرتك معنا.